المحترمة، راجل يعني تاريخه كويس، وطوال فترته معانا في السبعينات كان دايما ملتزم، وكان دايما استندج في الفرقة، وكان دايما مطيع، وكان مستر كل المدربين اللي مرت على ايديه كلهم كانوا دايما بيثنوا عليه على شطة، لان كان هو من الناس اللي عندهم مميزات وامكانيات يعني من النادر انك تلاقيها في اي حد حاليا. ليه؟ لان هو كان دايما تشوف جسمه في الاول، هو الوقت زاد شويه، لكن وقت ما كان بيلعب كان الرشاقه عنده يعني تغلب اي حاجه. بمعنى ان كنا في ماتش اهلي وزمالك، وكان مستر يدكوتي كان هو الكوتش بتاعنا، وكلفه ان هو يراقب فاروق جعفر. يعني مهمته طبعا عشان هو صانع الالعاب اللي هو مين؟ فاروق جعفر، هو صانع اللعب. فمستر يدكوتي قال له: مستر شطه، انت النهارده مان تو مان، فاروق جعفر نو كوره، يعني ما خلوش يلمس الكوره. وفعلا قد كان يروح يمين يروح شمال، واخد بالك انت؟ وبعدين اخر ما زهق منه فاروق جعفر وقتها انا فاكر وقف كده في فسحته وقال له: يا اخي ما تتمشي بقى، تشوف لك اي حته بعيد عن هنا. قال له: ايش ليش بتقول كده؟ ليش لعبه الكوره دي لعبه رجاله وكده، وعصبيه كده. ويوميها بقى عملنا ماتش كسبنا فيه الزمالك، واخد بالك؟ وكان من ضمن النجوم هو شطه. ليه؟ لان مفتاح اللعب بتاع نادي الزمالك وقف اللي هو فاروق جعفر، واخد بالك؟ فطبعا دي ذكريات يعني من الذكريات الحلوه. وكان برضو معانا متواجد معانا الله يرحمه المرحوم ثابت البطل، كنا دايما بنتمسك بيه انا وشطه، ما يخلوش يروح الحوامديه ويخلينا نصره انه يقعد معانا وكده. وكان برضو كابتن زيزو من الناس المحترمين برضو، يعني ده الجروب بتاعنا كنا دايما ما نخليهمش يسافروا، لا ثابت يروح الحوامديه ولا الكابتن زيزو يروح المعادي، نمسك فيهم والعشاء، وكان وشطه ونتغدى ونتعشى وننام وكل حاجه. فكانت ذكريات جميله، وكانت فعلا ايام حلوه، وكانت بطولات حلوه واهداف حلوه، وكل الحاجات اللي في الحقبه دي كانت حاجه جميله جدا. حبيبك ابو حليقه ده احمد عباي جنبك كمان، ايه عمر سكننا مع بعض سنين ولعبنا مع بعض، وبعدين دلوقتي مع بعض في الاكاديميه كمان معاك في الاكاديميه ما شاء الله عليه بقى. طيب